أخ جزاه الله خيرا زودنا بما تلجلجنا فيه ولم نحسن تعيينه وتحديده لما تكلمنا في الدرس الماضي عن رابعة العدوية، وقلنا رابعة العدوية ليست امرأة بعينها، وإنما أصبح لقبا يطلق على كل من سلك من النساء مسلك الزهد، فأصبحوا يقولون عنها رابعة. وكنت قد ذكرت على مسامعكم عبارة عزوتها للميزان، وواصل معي بعض الإخوة أحسن الله إليهم عبر رسائل الجوال، وقال بعضهم أنه لم يظفر بها في الميزان، وأحسنني ذلك، ثم فرحت لما ذكر لي بعضهم أن ابن كثير في البداية والنهاية نقل عن أبي داود السجستاني أنه قال عن رابعة من الزنادقة، ثم ازداد فرحي اليوم لما أرسل لي أحد الإخوة هذه الورقة وهي مصورة من ميزان الاعتدال في ترجمة رياح بن عمرو القيسي، يقول الإمام الذهبي: رجل سوء قاله أبو داود. قلت الذهبي، عبارات الذهبي لما يقول قلت أنا أطرب لها، قلبي يرقص لما أسمع الإمام الذهبي يقول قلت، أفرح فرحا شديدا، ولا يذكر بعد قلت إلا كلمة عالية. يسر الله لي من قريب مجموعين بخط الذهبي، وأنا منهمك منشغل جدا في خدمة تراث الإمام البلقين رحمه الله، لكني مع هذا ما أطقت إلا أن أنسخ قسما من هذين المجموعين وأن أقرأ جل ما في هذين المجموعين. فالذهبي كنز، يقول قلت هو من زهاد المبتدعة بالكوفة. لما تقرأ كلمة كان زهده كوفيا، هذه كلمة يقولها كثيرا ابن رجب، والمدرسة واحدة والمشرب واحد. لما يقول زهد كوفي يريد زهد الخوارج، الزهد الشديد، يريد زهد الخوارج، زهدهم عجيب. لكن انتبه، هذه كلمة جميلة من الذهبي، جدا جميلة، تفصل زهاد الكوفة. ايش يقول؟ يقول من زهاد المبتدعة بالكوفة، زهاد المبتدعة، يعني فيها ومضة، فيها إشارة. لو أنك تنظر الآن في إخوان أصحاب الحاسوب كان على زهاد الكوفة في الحاسوب، هذه العبارة تحل لك إشكالات كثيرة، هذه العبارة تحل إشكالات كثيرة. ثم يقول، وهذا هو الشاهد، يقول: قال أبو عبيد الآجري تلميذ أبي داود السجستاني: سألت أبا داود عنه، المراد بأبي داود هنا سجستاني صاحب السنن سليمان بن أشعث، يقول: سألت أبا داود عنه فقال هو، اللي هو رياح بن عمرو القيسي، وأبو حبيب، وحيان الجريري، ورابعة، رابعتهم في الزنادقة. هذا كلام الميزان، يقول: ورابعة، رابعتهم في الزنادقة. فبعض من ينتسب للزهد منذ القدم يتبطن شيئا ويظهر شيئا. وما ابن عربي وابن الفارض والحلاج والعفيف التلمساني ومن سار وابن هود اللي التقى في شيخ الإسلام قادرا، قال كان قادرا، لما سئل الإمام الذهبي وشيخ الإسلام عن تأييد ابن الفارض كان يقول لك: يضع فالوذج على صنية من ذهب. إيش الفالوذج؟ يعني الكنافة، الحلوة، شو صنية من ذهب؟ نظم ابن الفارض عالي يأخذ القلب، النظم بليغ، لكنه إيش؟ لكنه صنية من ذهب عليها فالوذج فيه سم، فالوذج مسموم على صنية من ذهب، فالوذج، يا سلام، فالوذج مسموم على صنية من ذهب.
فبعض الناس لا يخاف السم، يغتر بما؟ يغتر بالفلوذج، يغتر بالصينية التي من الذهب، ولا يحسب مسكين أن هذا الفلوذج مسموم. ولذا البلقيني رحمه الله كان يقول عن الفتوحات المكية، كان يقول هي ليست بالفتوحات المكية، هي القبوحات الهلكية، القبوحات الهلكية، ليست فتوحات ولا هي مكية. الحمد لله.